السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، في هذا الفيديو ان شاء الله غنعطيكم طريقتي في تحضير الكونفيتور ديال التشين ديال الليمون اللي كيجي لذيذ بزاف، خالي من الجيلاتين، من المواد الحافظه، صحي 100%. الوغ بالنسبه للمقادير ديال التشين، فانا خديت هنايا كيلو ونص ديال التشين اللي قشرته وحاولت نقلع له يعني مزيان هذيك البيوضيه اللي كتكون عليه من الفوق. كيلو ونص ديال التشين، كندير له 700 غرام ديال السكر سنيده، 350 مليلتر ديال الماء، وخليت هنايا شويه القشور ديال التشين اللي قلعت له هذيك البيوضيه اللي كتكون هنا لداخل. هذا غنقطعو دي ترونش هكذا طوالين ونسلقو شويه في الماء، وكنضيفو الكونفيتور باش كيعطي له واحد لوكو خاص وكيجي به زوين بزاف. الو بالنسبه للتشين، بعد ما غسلناه ونقيناه مزيان، كنقطعو مرصويات هكذا يعني صغار باش كيسهل علينا الطياب، يعني كنقسمو هكذا على أربعة وكنرجع نقسمو في النص هكذا بهذه الطريقة. كنشوف إلا كاين شي علف ولا شي حاجة كنحيدها، ما خصش يكون فيه العلف. صافي، كنستمر هكذا بنفس الطريقة حتى كنسالي هاد التشين اللي عندي هنا. الوغ كناخد واحد الإناء اللي غنحطو فوق النار، كنحط التشين اوكي، كنزيد عليه السكر، نزيد الماء، كنخلطو مزيان وكنوضعو على النار لواحد المدة ديال 45 دقيقة تقريبا حتى كيطيب لنا مزيان هاد التشين، وكنبقاو نقلعو له في هذيك الرغوة اللي كتطلع معنا من الفوق. صافي، كنحطو هكذا على النار لواحد المدة ديال 45 دقيقة حتى كيطيب مزيان، عاد كنفوتو لبقية المراحل. بالنسبة لهاد القشور ديال التشين، كيف قلت لكم كناخدو كنغسلو مزيان حتى هو، وكان ندير له هكذا في الطول، كنحاول انني نقطعو رقيق هكذا. يعني انا هادو عندي طوال، غنقطعهم هكذا في النص بهذه الطريقه. صافي، كنستمر هكذا نفس العمليه حتى كنكمل كاع هاد القشور اللي انايا باغيه نضيفو. هذه يعني نقطه اختياريه، ممكن ديروها وممكن تستغناو عليها اللي ما كيبغيش، وممكن تستغناو عليها بالنسبه اللي ما كيبغيش داك لوغو ديال القشور فيه. انا شخصيا كنفضلها، يعني كتعطي واحد المذاق زوين. بعد ما كنقطعوهم هكذا، كنحطوهم في واحد الكاسرونه، كنديروا عليهم شويه ديال الماء وكنحطوهم فوق النار يتسلقوا شي شويه، عاد كنقدروا نستعملوهم. بعد ما كيطيب عندنا التشين كيف كتشوفوا، كتفوت واحد المده ديال 45 دقيقه تقريبا. صافي، كنحيدو على النار، كنخليه يبرد واحد شويه، وكناخذ الضراب طحانه ديال اليد وكنحاول نطحن هذوك الحبيبات كبار. صافي، دابا من بعد ما طحنتو كي كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل ديالو. دابا كناخذ هذاك القشور اللي ديجا سلقته في الماء، كنحطو عليه وكنرجع هاد الخليط فوق النار لواحد المده ديال 10 دقائق حتى كيتقال مزيان. عاد ديك الساعه كنقلعو وكنبدا نحطو في القراعي، كنحيدو منه هاد الرغوه من فوق. صافي، هكذا الكونفيتور كيكون وجد، كي كتشوفوا كيجي عاقد هكذا وهو سخون. كناخذوا القراعي اللي ديجا عقمناهم. بالنسبه للتعقيم ديال القراعي، فانا ديجا يعني
نزلتهم فيديو اخر ديال طريقه عمل الكونفيتور ديال الفريز، يعني وريت حتى الطريقه ديال التعقيم ديال القراعي. الوغ كناخذوا القرعه اللي ديجا عقمناها، كناخذوا الكونفيتور وهو سخون كنبداو كنخويوه في القراعي. صافي القرعه كيف كتشوفوا كنعمروها مزيان، كنسدو عليها وكناخذوا واحد سربيته وكنقلبوها مباشره هكذا باش ما كيبقاش فيها الهواء لداخل، وكتبقى كنقدروا نحتفظوا بها لواحد المده طويله، سواء في البلاكار او لا في الكونجيلاتور. كيسبق لي وقلت بالنسبه للكونفيتور اللي كنصايبوه في الدار، لما كيكون فيه لا جيلاتين لا مواد حافظه ولا حتى شي حاجه، ممكن هكذا نوضعوه في الكونجيلاتور، ما كيقساحش وما كيضيعش نهائيا. فاش كنجبدوه كنحلوه كنلقاو الكونفيتور عاد هكذاك جاري كيف ما حطيناه في الاول. الوغ هكذا كنستمر هكذا بنفس العمليه حتى كنعمر كاع القراعي اللي عندي، وكنوريكم الشكل النهائي. من بعد ما كيبرد عندنا الكونفيتور كيف كتشوفوا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالو، يعني فريمون المذاق ديالو كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله تجربوا الكونفيتور على طريقتي ويعجب لكم. شكرا على حسن المتابعه، ما تنساوش الاشتراك معايا في القناه، والى وصفه اخرى ان شاء الله. مع السلامه.